والله قاعد 2000 لتر كان قبل طول 3000 نزلوه سوا على 2000 وما عصرف يعني طحين ب 44000 كان قبل ب 20000 مال وجبة كنا ناخذه ب 11000 هسه ب 35000 يعني ما عصرف يعني طالب شوية يزيدون الحصة مال الغاز. تستلم طحين مال المواطنين لو بس تشتري طحين؟ لا لا اشتري لان طحينه ما ينخبز طحين اغلبية الوجبة على العلف نخبز صفر يعني. ايش القونية؟ 44000 القونية 45 43 القرصة ايش قد وزن؟ والله 150 160 قليل والله طحين غالي كنا قبل نبيع 8000 هسه 5 كان طحين ب 20000 خي ارجع ل 20 نبيع 8000 ينزل الطحين؟ نبيع كنا نبيع 8000 هسه 5000 ما يصرف والله يعني هسه 5 ويا دوب 5000 ويا دوب يعني يا دوب يصرف يعني يشتغل بس بيومياتنا مربح ماكو اسعار الطحين غاليه كانت قبل احسن هسه على الدولار هذا من صعد الدولار يعني طحين كان قبل بعشرينات مثل ما نقول جو ال 30 هسه 50 45 47 هاي اسعار يعني في اثنين صار يعني يصرف بس مو مثل قبل الحمد لله والشكر يسمونها ب 1000 10000 كان 12000 والوزن اكبر هسه الوزن اصغر 10000 ويا دوب الحمد لله تصرف بس شيء قليل مو مثل قبل وزن الصمونة ايش قد؟ وزن الصمونة من 80 ل 85 قليل كان قبل 90 90 كان 90 100 120 هاي ببغداد يوزنوا 100 120 احنا هنا بالموصل ما عندنا هيك وزن 100 120 ماكو نهائيا بربيل هم يوزنوا 100 120 بس بالموصل اقوى وزن 90 اسم الغاز والله الغاز قبل كان 3000 ينطونه هسه 2000 تقريبا نشتري 4 براميل 5 براميل فوق الوجبه اللي يعطونا اياها اي زين رمضان يبقى دوامكم هون الشكل لو تغيرون دوام لا برمضان يختلف تفتيحتنا بالساعه 10 بالساعه 11 نفتح بس بالايام الاعتياديه الساعه 5 الصباح احنا مطالعين صمون ان شاء الله